هذا أمر لا يقبل الجدال ولا حتى النقاش. المهلب بن أبي صفرة هو أيضا من أهل عمان. المهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعالى فهو أزدي أصله يرجع إلى عمان. هذا أمر لا يقبل الجدال ولا حتى النقاش في عمانية المهلب بن أبي صفرة، لأن عمانية المهلب بن أبي صفرة مستمدة يقينا من عمانية والده أبو صفرة. خروج الوفد الأزد العماني إلى مدينة المنورة لتعزية المسلمين في وفاة الرسول، فإذا كان هذا الوفد عماني وفيهم خطيبهم أبو صفرة وهو عماني، فلا بد أن بالتأكيد على أن الأبن يتبع الأب، كما أيضا الحجاج بن يوسف كان يخاطب يزيد بن المهلب ابن المهلب، يقول له يا مزوني، اللي هي مستمدة من كلمة مزون، إحدى الأسماء التي أطلقت على عمان قديما. الطبري عندما يتحدث عن شخصية المهلب يقول ولقد أسندت إليه سرية عمانية. أيضا الحجاج بن يوسف الثقفي هذه الشخصية التي لها باع طويل وشهرة كبيرة خاطب المهلب ولقد اخترتك وأنت من أهل عمان، حدد المنطقة أو الدولة أو الإقليم بالذات. ويذكر الشيخ سيف بن حمود البطاشي وهو أشهر مؤرخ أو مؤلف عماني في كتابه تاريخ المهلب وآل المهلب على أنهم ينحد على أن أبو صفرة ينحدر من مدينة أدم بمحافظة الداخلية في الوقت الحاضر، أيضا على أن البعض إذا ينسبهم إلى مدينة دبا التي هذه المدينة العريقة التي كان لها حضور مميز، ففي تلك الفترة الجميع يعرف على أنه لا توجد التقسيمات الجغرافية الموجودة حاليا، كانت موجودة عمان كواحدة من أشهر الأقاليم في شبه الجزيرة العربية.